Thank you very much. This was, for me, fascinating to listen. And while I listened, I thought, well, Egypt and the European Union, the public sector with its possibility, but also the private sector with all the innovation and the capital power that is behind it. If we work closely together, we can move mountains. And this is amazing to see when I listen to all the fascinating details you were presenting, if you put that in picture, it also shows that أكبر فإن ذلك يظهر أننا لسنا في قارتين مختلفتين على العكس نحن شركاء حول نفس سواحل البحر المتوسط وذلك يوحدنا ومن ثم لن أعود مرة أخرى إلى الحقائق التي ذكرتمها ولكن إذا ما أسهم كل منا بأفضل ما لدينا فإن النتائج ستكون رائعة للشعوب التي نخدمها وللشباب الذين يتطلعون إلى الفرص والمستقبل ومن ثم فإنني أرى ذلك بمثابة مهمة تجمعنا جميعا معا من أجل الوصول إلى مستقبل أفضل ليس فقط لمصر والاتحاد الأوروبي ولكن للبشرية كلها ومن ثم يسعدني ويشرفني وجودي هنا اليوم شكرا جزيلا